تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت فعاليات الدورة 30 من مهرجان أيام الشارقة المسرحية. لمزيد من التفاصيل تابعوني. مشاهدينا، معنا أحد أهم وأبرز ضيوف مهرجان أيام الشارقة المسرحية، وكل سنة أنا أكون موجود هني يكون موجود معنا الأستاذ الجميل الفنان المبدع الأستاذ جمال صقر. نورتنا يا أستاذ جمال. الله يطول عمرك. السلام يا أخي، تسلم عليك. تخبرني أستاذ، يعني شو سر حبك لهذا المهرجان؟ شو سر تواجدك كل سنة في هذا المهرجان؟ والله أنا يعني صراحة ومن غير مجاملة ولا نفاقا، أنا أعتبر مهرجان أيام الشارقة المسرحية هو أفضل وأجدر مهرجان في الوطن العربي، هو الأفضل. فبالتالي أكيد بكون حريص أن يكون كل سنة لي برنامج أن أحضر، حتى لو على حساب الخاص فأحضر، لأن هذا المهرجان ما يتفوت. تشوف نخبة من الزملاء ونخبة من الندوات الفكرية ونخبة من الأعمال المسرحية المتقدمة حقيقة، فأشوف التطور التصاعد الدرامي في التطور في العرض المسرحي الإماراتي. يعني احنا أول كنا نحضر نقول لا والله في كثير نواقص في المسرح الإماراتي، كثير يتعثرون الشباب في السنوات الأول حتى فيما لاحقا، ولكن الآن أمانة نتعلم. الآن عندما نشاهد المسرح الإماراتي، عندما نشاهد العروض المسرحية المتقدمة جدا، نحن نصل لمنطقة نحن نتعلم وتقدم بشكل احترافي. لأن الشارقة دائما منورة بأهلها وبإبداعاتها وبمبدعينها وبمهرجاناتها ما شاء الله. ثانيا، هذا المهرجان أنا أعتبر نفسي في كل سنة مشاركة، لأن إما أن يكون لي مداخلة في ندوة معينة أو أن يكون في مشاركة في ورقة ما، وأنا ابنة الأيام. يعني أنا أعتبر حتى كثير من اللقاءات اللي تقام والندوات العروض تضاف إلى رصيد نضجنا الفني جميعا، يعني جميع الفنانين العرب. مشاركتي كانت اللي أنا جدا فخورة فيها وسعيدة فيها كانت غصة عبور مع مسرح الشارقة الوطني إخراج الأستاذ الفنان محمد العامري. إنها جميلة، أليس كذلك؟ الله الله، إنها لن تصور قصة النجاح. أما إنها ساعدوني سيقتلني هذا الرجل. بالنسبة لنا إحنا كمسرحيين أو كفنانين، سواء كنا يعني خليجيين أو عرب والإماراتيين خاصة، هذه التظاهرة بالنسبة لهم يعني تعتبر شيء أساسي. يعني حتى أنا شبهتها في كذا لقاء، قلت لهم أن هذا يعتبر معمل أو مختبر في شنو؟ أنه يصير يعمل فيه غربلة، يصير فيه تجريب، يصير فيه حتى فرص للشباب سواء على النطاق الإخراجي أو على النطاق السينوغرافي والتمثيلي. في النهاية والمحصلة النهائية راح نحصل على دماء جديدة، جيل جديد يتجه إلى التلفزيون، ممكن قد يتجه كذلك للدراسات، يتجه كذلك سفر للخارج لاستكمال دراسات عليا لتخصصات مختلفة، وهذا يفتح أفق جديدة للدولة. أيها السيدات والسادة، حضورنا الكريم، نود إبلاغكم عن سبب